بين الدوكيومنتس بقى الدوكيومنتس المختلفه اللي بيعمل المهندس او عموما اي حد بيعمل بيها كوميونيكيشن. في حاجه اسمها لاترز، في حاجه اسمها ميموز. الميموز دي اختصار بوميراندوم، وفي حاجه اللي هو الايميل اللي هو الالكترونيك ميل. فالكونكشن الكوميونيكيشن ميديا بقى عموما احنا لازم نفكر احنا هنستخدم ايه. لو احنا ان بيرسون يعني انا فيس تو فيس، ان بيرسون يعني واحد هيسلم حاجه بنفسه، او بزنس لاتر، او بزنس لاتر وده هنتكلم عنه كتير قوي النهارده، او المامو، او مكالمه تليفون، او ايميل. هنستخدم ايه؟ لو احنا هنستخدم ان بيرسون يبقى انا يبقى الان بيرسون دي هتبقى حاجه بالتليفون او فيس تو فيس. يعني لو حد هيبلغ حد حاجه معينه بنفسه يبقى يا اما هيكلمه في التليفون يا اما هيبقى فيس تو فيس. بقيه الحاجات اللي هما البيزنس لاتر والمامو والايميل، الثلاثه دول ريتن. فالريتن دول، فميزه الريتن ايه؟ فهو بيقول لك فيبر اور بيبر، يعني العنوان يعني فيبر يعني حاجه بتتبخر، ولا البيبر حاجه موجوده عندنا موجوده دوكيومنتد. فالحاجات اللي هي بتتكلم الاورال اللي بنقولها بالصوت بس دي تتبخر، لان مفيش حاجه بتتسجل ساعتها كتابه. يعني البيبر بقى فيها منها بيرمننت ريكورد، يعني بتفضل موجوده على طول. ان المستقبل بيبقى موجود available على طول، ان هو وقت ما هيبقى مش available على طول، وقت ما هيبقى available هيعرف ياخد يقرا الحاجه ديت. وان الاتيتيود بتاعه برضه هيستنى لما الاتيتيود بتاعه يبقى مناسب عشان يقراها. البيربز بتاعه بيختلف، يعني انا يختلف ايه اللي هعمله، ايه اللي هبعته، لاتر ولا ايميل ولا ميمو، على حسب البيربز انا محتاجه ابعت الكلام ده ليه. الطول بتاعها والكومبلكستي برضو بيختلف على حسب النوع بتاعها. هنشوف بقى دلوقتي احنا هنعمل ايه. الفرق بين اللاتر والميمو، هما الاثنين حاجات بتبعت انفورميشن، بس اللاتر بتبقى بره الاورجانيزيشن بتاعتنا، او تبقى جايه من السي اي او، رئيس مجلس الاداره. ده يبقى اللاتر ده بيتبعت كده. لكن المامو بتبقى ما بين الموظفين وبعضهم جوه الاورجانيزيشن نفسها. طيب امتى يبقى فيه ايميل وامتى يبقى فيه لاتر؟ الايميل ليه ادفانتجز كتير قوي هنشوفها بعد شويه، بس لو هنتكلم على اللاتر او المامو، لان احنا خلاص عرفنا ان اللاتر تقريبا هي نفس المامو، بس تفرق ان واحده بره الاورجانيزيشن واحده جوه الاورجانيزيشن. بيبقى افضل ليه اللاتر من اي حاجه؟ علشان خاطر حبه الحاجات الثانيه كتير قوي دي، الريسيبنس الناس المستقبله ممكن ناس كتير قوي. الكونتنتس لما بيبقى في عندي جرافس وتيبلز، الافضل ان انا احطها في لاتر عن ان انا احطها في ايميل. لاتر يعني حاجه مكتوبه وبتتبعت، مش تتبعت ورقيا يعني. نيد فور ريبلاي، ان هو بحتاج ان انا هل هيرد عليا ولا مش هيرد عليا. السكيورتي ما بتتبعت، ما فيش حد بيشوفها غير اللي بيوصلها بس، اللي بيبعتها واللي بيستقبلها. ان بيرسون ديسكشن، يعني احنا بنبقى بنتكلم، ممكن نتكلم بعض ان بيرسون. هاند اوت ان ميتنج، لو في هاند اوت ان ميتنج اي ميتنج لازم بيبقى فيه ده ورقي جواب. الامبورتنس بتاعها او اللينث بيعتمد على كده، ان هي لو حاجه مهمه جدا او طويله يبقى لاتر افضل. والهابتس بتاعت الريسيبنتس، يعني الناس اللي بتستقبل اللاتر ليها هابتس معينه عشان خاطر شوف هل هو بيقرا على طول ولا مش بيقرا على طول. فكل الحاجات دي بتخليني اشوف اذا كنت اعمل ايميل ولا اعمل لاتر، ابعت ايميل ولا هبعت لاتر، على حسب الاهميه بتاعه الحاجه. نخش اكتر بقى في اللاتر ونشوف هو بيبقى شكله عامل ازاي. فاللاتر بيبقى ليه كومبوننتس معينه. اول حاجه هي البيجيننج، البدايه بتاعته. البداية بتاعته بكتب ايه؟ بكتب الكمباني او البيرسونال لوجو بتاعي، لازم اكتب اسم الكمباني، عين شمس يونيفرسيتي فاكولتي اوف انجينيرينج مثلا. بعد كده بيبقى فيه هيدنج، اللي هو بيبقى فيه العنوان بتاعي انا اللي انا ببعته، سندرز يعني اللي باعت، هو بيكتب عنوانه وبيكتب التاريخ. بعد كده بيكتب انسايد لاتر،
اللي بعديها حاجة اسمها inside address, sorry, اللي هي الاسم والعنوان والشركة والعنوان الكامل, كل الكلام دوت بتاع برضو الناس اللي احنا رايحين لها بقى. يعني ده الكلام inside address اللي هو رايح فين, السندرز ادرس اللي بيتكتب في الهيدنج ده بتاعي انا اللي انا ببعت, لكن انسايد ادرس اللي هو رايح فين. بعد كده سبجكت لاين, بكتب السبجكت انا بتكلم على ايه. بعد كده سيتيشن, كل ده قبل ما اقول دير سير, كل الكلام اللي فوق ده قبل ما اقول دير سير. هنشوف دلوقتي شكل دلوقتي حاجه زي كده. اقول دير سير بقى, او ممكن تبقى اوميتد مش مكتوبه خالص. دير ريكروتمنت اوفيسرز اللي هي حاجه عامه قوي, او حاجه عامه قوي تو هوم ات ماي كونسرن. وبحط بقى لو انا هكتب كذا حد بحط كولن ولا او كوما, يعني ما احط كولن او كوما زي ما قلنا المره اللي فاتت. طيب اوريكم شكل كده عشان تبقوا شايفين بس الاول, يعني شايفين ده كده. ده كده الهيدنج بتاعي اللي هو الديت والستاندرز ادرس, هو ده الادرس والديت مكتوب اهو. بعد كده انسايد ادرس اللي هو الاسم والادرس بتاع الصوره بطيئه يا دكتور. طيب كده يعني ظاهر عندكم ايه؟ طيب هي الصوره واضحه بس الماوس بيتحرك ببطء, فلما حضرتك بتقولي هنا الادرس فانا مش يعني كشخص شايفه هو فين الادرس بالظبط. ماشي. طب يعني صوره الجواب باين عندكم دلوقتي؟ تمام باين. طيب هو انا همشي بالترتيب الحاجات اللي مكتوبه على اليمين. الهيدنج دوت بيشاور على اول سطر اللي هو الديت والسندرز ادرس اللي احنا قلنا الهيدنج اول حاجه بتتكتب. بعد كده في الانسايد ادرس, ده النيم والادرس بتاع الريسيبنت بقى, خلاص الاولاني العنوان بتاع اللي بعت. اللي بعد كده الانسايد ادرس اللي هو العنوان بتاع اللي هيستقبل, اللي هو انا ببعت, هو باعت هنا لمستر ديفيد باتريكس وكتب العنوان بتاعه. بعد كده السالوتيشن اللي هو انا بيقول دير سير او دير مستر باتريك. في بعض الاوقات بيكتب السندر اللي بيكتب السبجكت لاين, مش هنا مش هيكتبها, اوريكم اللي مكتوبه فيها السبجكت لاين اهي. هنا كده العنوان السبجكت لاين مكتوب اهو, بوزيشن اوف اكسبيرينس ديفلوبمنت انجينير. فبعد كده ايه كده الجزء البيجيننج, لسه بقى هنخش في البادي تكست نفسه ونشوف هتكتب فيه ايه. يبقى البيجيننج الكومباني او البيرسونال لوجو الاول, الهيدنج اللي هو بكتب فيه عنوان السندر والديت, بعد كده الانسايد ادرس العنوان والتايتل والكومباني والفول ادرس بتاع الناس اللي انا ببعت لهم, بعد كده بكتب السبجكت لاين. في بعض الحاجات هنشوف دلوقتي بيتكتب فيها subject line, فيها حاجات ما بيتكتبش فيها subject line, هنعرف اسم كل واحدة فيهم. وبعد كده salutation اللي هو dear sir أو dear فلان. بعد كده body of letter بقى, body نفسه هيبقى single spaced, يعني space ما بين كل سطر والتاني single. أحط سطر فاضي ما بين كل paragraph والتاني. coherent paragraphs إن هم كلهم يبقوا بادئين ومنتهيين بنفس من نفس السبيسنج. important things first يعني الحاجات المهمة بتتكتب في الأول. لو في bullet وفي number يبقى هنستخدمها زي ما احنا قلنا قبل كده في البولت, في البولتد والنمبرد lists, ممكن ده يبقى موجود جوه اللتر عادي. بعد كده نهاية اللتر بيبقى في حاجة زي بقفل بيها اللتر اللي هي زي sincerely yours, وممكن ما اكتبش خالص حاجة, اكتب الاسم على طول. بعدين حاجه اسمها سيجنتشر بلوك, السيجنتشر بلوك دي لازم يبقى مكتوب فيها الامضه اللي هي بخط الايد, مكتوب الكترونيك يعني مش مشكله. الاسم التايتل والاورجنايزيشن اللي انا بشتغل فيها. وبعد كده ممكن دكتور هي ايه اللي قبلها؟ نعم ايه اللي قبل الامضه؟ النقطه اللي قبل الامضه؟ ما فيش حاجه قبل الامضه. كومبلمنتري كلوز بوينت 1.1 اللي هي سينسيرلي يورز في الاخر, اللي بتتكتب sincerely yours best regards مش عارفه ايه اللي هو مين اللي كاتب. وممكن ما تتكتبش في الاغلب, ما تتكتبش. ممكن بعد اذنك خلي بس الاسئله في الاخر. تمام حضرتك ماشي, اسف ممكن طلب محرك يعني الشرح يكون ابطا شويه.
ماشي حاضر. ال signature block اللي هي الإمضاء نفسها، الإمضاء اللي بخط الإيد، أو بعد كده النيم يتكتب اللي باعت بقى طبعا، والتايتل بتاعه عبارة عن إيه، وبعد كده الأورجنايزيشن. الآن نوتيشنز، أنا كده خلصت اللاتر، ممكن أكتب نوتيشنز في الآخر، ودي عبارة عن يا إما بكتب إن أنا بعت في حاجة في الإيميل بقى، أو في اللاترز عموما هي بتتعمل في الورق عموما برضو يعني، بس في الأكثر دلوقتي طبعا بتستخدم في الإيميلز، فبكتب تحت CC أو BCC. CC يعني carbon copy، وBCC يعني blind carbon copy. وهنقول دلوقتي يعني إيه أو كويس أوي blind carbon copy دي وإمتى بنستخدمها. أو أن أنا بكتب الانيشيالز بتاعت السندر، اللي هو أنا مثلا اسمي مروة أبو النصر، فهكتب MA في الآخر خالص. فتعالوا نشوف ال هنا كده زي ما اتفقنا، الهيدنج وبعد كده الانسايد ادرس ساليتيشن، وقلنا ممكن يبقى فيه قبليها السبجكت لاين، ده البادي تكست سنجل سبيست او دبل سبيست على حسب الباراجراف، ونشوف الانواع بتاعت الفورماتنج دلوقتي. المهم ان هو ده البادي كله، ويجي في الاخر الكومبلمنتري كلوز اللي هو سينسيرلي، كاتب سينسيرلي بس او سينسيرلي يورز مش هتفرق، او مش كاتب. وبعد كده السيجنتشر الامضاء هي مكتوبه بالايد، وبعديها السيجنتشر بلوك اللي هي عباره عن الاسم والعنوان والتايتل بتاعه والاورجنايزيشن، هو اسمه جين كذا، هو بروفيشنال انجينير اللي هي بي اي ديت، والاورجنايزيشن بتاعته اتش في اي سي كونسلتنتس. بعد كده في end notations، هو كاتب الانيشيالز بتاعته، وبعدين كاتب تحت ان هي مفروض ان دي اي سي سي، يعني ان هي مبعوده تاني invoice for consulting services، يعني هو باعت بعد الكلام ده، ده عباره عن invoice، يعني الكلام اللي مكتوب دوت عباره عن invoice. بعد كده احنا كنا هنا خلاص في الاند، عملنا الكومبلمنتري كلوز السيجنتشر بلوك والاند نوتيشنز. بعد كده الفولوينج بيجز بقى، يعني لو الكلام دوت لو في بيجز تانية جايه وانا لسه ما خلصتش اللاتر بتاعي، او ما بيتحطش فيه لوجو ولا لاتر هاد خالص، كل الكلام اللي فات دوت بيتحط في اول صفحه بس. وبعد كده matching stationery، يعني كلهم بيبقوا ماشيين بنفس الايه، بنفس الـ الطريقه، يعني يا اما بكتب بس الهيدنج في الاول كده مستر الراجل يعني اللي هو اللي ببعت له، والصفحه في النص مثلا، والتاريخ على الجنب، او يتقلبوا باي شكل من الاشكال ديت، هو بس الايه ما بحطش لاتر بقى، ولا بحط ما بحطش لوجو اسفه، ولا بحط كلام كتير في الاول. ستيشن ماتشنج ستيشنري يعني بيبقوا ماشيين بنفس النظام. طيب الفورماتس بقى، يعني في بقى فورماتس اللي هي لما اجي اكتب على الكمبيوتر بيبقى في فورماتنج حاجه معينه. في شكل برضو للبزنس لتر، في اربع اشكال للبزنس لتر، واحد اسمه بلوك، واحد اسمه سيمي بلوك، واحد اسمه alternative بلوك، واحد اسمه simplified. طيب نعرف بقى الفرق ما بين كل واحد والتاني، هو ان احنا لو عرفنا البلوك هنقدر نفرق بعد كده الباقيين عاملين ازاي. البلوك اللي هو نفس اللي احنا قلناه شغالين عليه كله بالظبط، بس كله هيبدا من ناحيه اليمين الشمال سوري، يعني ده بلوك شايفين هو كله بادئ من ناحيه الشمال من نفس الايه، من نفس السبيسنج، المارجن واحد وبادئ من نفس السبيسنج، مفيش حاجه رايحه يمين، مفيش حاجه رايحه شمال، ده اسمه بلوك. اللي هو بالظبط اسمه فلاش ليفت، ان هو في الاخر كل حاجه هتبقى من الليفت. طيب ايه السيمي بلوك؟ السيمي بلوك لا بقى اللي هو الهيدنج اللي في الاول خالص، والاند اللي هي من اول سينسيرلي والسيجنتشر بلوك والكلام اللي تحت، دول بيروحوا ناحيه اليمين شويه، الكومبلمنتري بتروح ناحيه اليمين. فيبقى الهيدنج والكومبلمنتري كلوز والسيجنتشر بلوك بيروحوا ناحيه اليمين، تمام. يبقى البلوك كل الحاجات فلاش ليفت، كلها بادئه من الشمال، لكن السيمي بلوك
كل الهيدنج والكومبلمنتري كلوز والسيجنتشر بلوك بيبداوا من ناحيه اليمين. طيب عندنا الالترناتيف بلوك هو بالظبط زي السيمي بلوك بس بزود سبجكت لاين. تعالوا بقى نشوف الالترناتيف بلوك. شايفين فوق التاريخ مكتوب على اليمين، المفروض ان انا بكتب العنوان بتاعي برضو بكتب على اليمين، ده الهيدنج. تحت خالص السيجنتشر مكتوبة على اليمين برضو، لكن هنا الزيادة ايه؟ مكتوب ان subject، فيه مكتوب subject position for experience developed engineer، ده subject بتاعي، بزود subject بتاعي فبيبقى ده اسمه alternative block. طيب الاخير بقى اسمه ايه؟ simplified. ده برضو زي البلوك الاولاني، زي الاولاني خالص اللي هو العادي، بس ما بشيل السالوتيشن، ما بقولش dear sir او to whom it may concern ولا اي حاجة خالص. ما فيش اكزامبل ليه هنا يعني، بس هو المفروض ان هو بنفس الشكل ده. يبقى تاني انا عندي البلوك كل الحاجات اللي احنا قلناها بتبقى موجودة، وبتبدأ من الشمال flush left كلها. السيمي بلوك بيبقى عندي الهيدنج والكومبلمنتري كلوز زائد السيجنتشر بلوك بيبدأوا من ناحية اليمين. الاثنين التانيين واحد زي الاولاني، واحد زي البلوك، واحد زي السيمي بلوك. فالالترناتيف بلوك هو زي السيمي بلوك بس بيزود فيه سبجكت لاين. السمبليفايد اللي هو مش عندنا اكزامبل ليه بيبقى زي البلوك بس بشيل السالوتيشن، بشيل دير كوليج دير سير تو هوم ات ماي كونسرن، بخش في الموضوع على طول. يبقى احنا كده خلصنا البيزنس لتر. نيجي نشوف البيزنس ميمو. اتفقنا اللتر ده بره الاورجانيزيشن، لكن الميمو ده داخل الاورجانيزيشن بتاعتي. فبيبقى فيها بيجيننج، بكتب الهيدر بتاعي، بيبقى الديت وتو وفروم، ببقى قايله ده لمين رايح لمين وجاي من مين. وبعد كده بكتب السبجكت لاين، ده يعتبر البيجيننج بتاعي. بعد كده البادي ان انا هكتب الكلام بتاعي. الاند بقى في السيجنتشر بلوك زي ما اتفقنا قبل كده، اللي هو الاسم والتايتل والاورجانيزيشن. دي كده الميمو. الميمو هيدر بكتب الديت 25 مايو 96، تو ديزاينرز يوزينج اوتوكاد، فروم توني مش عارفه شلون كده. وبعد كده بكتب سبجكت، انا بتكلم هتكلم عن ايه. البادي بتاع الـ بتاع الـ بتاع الـ نفس الكلام. وفي الاخر سوري البادي بتاع الميمو نفسها هو الكلام اللي انا عايزه اقوله. في الاخر كاتب تاني في الاخر اللي هو السيجنتشر بلوك اللي مكتوب. المفروض ان يكمل بقى، يبقى الافضل يعني ان هو يكتب التايتل والاورجانيزيشن او الديبارتمنت بقى بتاعه بما انها ايه حاجه داخليه. طيب الايميل بقى، احنا كده خلصنا اتكلمنا عن البيزنس لتر واتكلمنا عن الميمو، هنتكلم عن الايميل. الايميل بيسموها كروشال جوب سكيل، يعني حاجه للجوب كروشال يعني مهمه، او مهمه يعتبر حاجه مهمه، دي سكيل مهمه. الفانكشنز بتاعتها ايه بقى، او الميزه بتاعت الايميل عموما ايه؟ ان انا بقى عندي السنت والريسيفد ايميل دول متسايبين عندي، ان انا بقدر اعمل سيرش سهل قوي ان انا اطلع الحاجه اللي انا عايزاها، ان انا بقدر اعمل ليستس كتير قوي اقدر استخدمها في ان انا ابعت زي الميلينج ليستس، ان بقدر استخدم سيجنتشر متسيبه في الايميل تتبعت على طول، ان انا بقدر استخدم تمبلتس، بيبقى عندي تمبلتس كده موجوده يا دوبك اغير بس الكلام اللي انا محتاجه اغيره وابعته، بقدر اعمل اتاتشنج لفايلز كتير، بقدر اعمل حاجه بروف ريدنج اللي هو اتاكد من الكتابه، والسبيلنج تشيك اتاكد ان الكلام مكتوب صح، في بروجرامز بتعمل كده. بقدر اعمل اكسسنج للايميل اصلا من اي مكان بقى، من على الموبايل، من على اللابتوب، من على تابلت، من في اي مكان وفي من اي جهاز. طيب ايه بقى المشاكل اللي ممكن تبقى موجوده مش مشاكل عموما يعني، اللي ممكن يحصل يعني فيها التايبوس دي يعني الاخطاء المطبعيه ممكن تبقى اكسبكتد انها موجوده.
الانفورماليتي ممكن تبان ان هي انفورماليتي عشان خاطر التون بتاع الكتابة على الايميل او طريقة الكتابة للايميل ممكن توصل كده، فاحنا لازم نأجست للتون بتاع الفورماليتي، نأجست التون يعني وانا بتكلم وانا بكتب لازم اكتب كلام فورمال. بريفيتي يعني الاختصار، فيها سبجكت لاين طبعا بيبقى موجود، لازم اكتب الامبورتنت ثينجز فيرست، لازم اتاكد من البيج والكاركتر فورمات يعني البيج فورمات نفسه كلام الكاركتر اللي هو الكاركترز الحروف اللي مكتوبه يعني. ممكن اعمل فيها هايلايتنج وانفسايز يعني لما بقى عايز اعمل هايلايتنج لحاجه معينه او اعملها ايتاليك. فيها هيدنجز، فيها ليستس، لازم اخد بالي من الهيومر والساركازم يعني ما بقاش ما اضحكش قوي وما اعملش سخريه قوي في الكلام لان انا بتكلم حاجات بيزنس. ولازم اخد بالي قوي من الاوتوماتيك ريبلاي، لازم يترد يتظبط ان هو يكتب كويس قوي. ممكن استخدم فيها ابريفيشنز، طبعا احنا عارفين شكل الايميلز عامل ازاي يعني، ف ده عموما شكل الايميل. طيب هنتكلم بقى دلوقتي في الايميل عن البي سي سي اللي اسمها بلايند كاربون كوبي. لو ما تيجوا تلاحظوا في الايميل لما بتيجي نعمل تو هيبقى بيبقى عندنا تو، بيبقى عندنا سي سي وعندنا بي سي سي. هنشوف دلوقتي السي سي والبي سي سي عموما احنا بنستخدمهم في ايه. البي سي سي هي بلايند كاربون كوبي، هي جايبه كاربون كوبي دي جايه منين اصلا؟ زمان في الورق احنا كنا بنستخدم الكربون، بيبقى بنكتب على ورقه ونحط كربون ونحط الورقه الثانيه تحتيها عشان نعمل نسخ كتير من الحاجه، فده معناه ان انا ببقى عايزه ابعت الحاجه لنسخ كتير قوي. طب كلمه بلايند بقى بتخليني في الايميل ان انا ابعت لحد من غير التانيين ما يشوفوا ان انا بعتاله، فانا ببعت لتو مثلا ببعت لمحمد، فباجي في السي سي بعت مثلا لبقيه زمايل محمد احمد وحسام وعمر، وباجي ابقى عايزه ابعت لحد تاني بس انا مش عايزه دول كلهم يعرفوا ان انا بعتاله، فاروح بعتاله في البي سي سي دي في البلايند كاربون كوبي. طيب يبقى التو بنبعتها للبرايمري ريسيبينتس اللي هم الناس الاساسيين اللي انا عايزه ابعتهم. فمثلا انا في المشروع مثلا بتاعنا بتاع يعني مشروع في الكليه مثلا، الدكتور بيبعت الدكتور الرئيسي مثلا بيبعت للطلبه الايميل، فهيبعتهم يحطهم هم في البرايمري ريسيبينتس، هو بيكلم الطلبه. لكن مثلا معاه دكتور تاني محتاج ان هو يديله نوتيفيكيشن انه يبعت له إن او يعني يفهمه ان انا بعت للطلبه حاجه عايز يقول له، فهيحطه في الكاربون كوبي في السي سي اللي هي السكندري ريسيبينتس، هو الكلام موجه للطلبه لكن انا لازم اعلم الدكتور التاني بالكلام ده. البلايند كاربون كوبي بقى حاجه اسمها تريتري ريسيبينتس اللي هم الناس الخارجيين يعني، ده بقى ممكن مثلا يتبعت لايه لرئيس القسم مثلا، يبقى انتم مش شايفين ان رئيس القسم ببعت له بس هو مبعت له نسخه من الايميل دوت. في بقى بعض السوفت ويرز بتخلي اللي هم البلايند كاربون كوبي دول يشوفوا الايميلز ادريسز بتاعتهم بس، ما يشوفوش الايميل ادريسز بتاعه الناس اللي بتفتوه في السي سي. بعض الايميل سوفت ويرز بتعمل كده. طيب بيحط امتى يعني بنحط امتى بقى في البي سي سي دوت البلان كاربون كوبي؟ لما يبقى عندنا لسته طويله قوي ومش عارفين بعض، فيبقى الافضل او يبقى ان انا زي الميلينج ليست كده، الافضل ان انا احطهم في البي سي سي، الناس اللي هو انا عايزه ابعت لكذا حد وهما ما يعرفوش بعض خالص، فمش محتاجه ان انا اعرفهم ببعض او ان انا افهمهم يعني، فبحطهم في الايه في البي سي سي. طيب ايه فايده البي سي سي ديت؟ في
زرار اسمه ريبلاي اول. لما تيجي نعمل ريبلاي على الايميل في زرار اسمه ريبلاي اول، اي حد موجود في التو هيتبعت له، لكن لو اتحطيت له في البي سي سي مش هيتبعت له. ففي ناس غصب عنها يعني بتتلخبط باي اكسيدنت كده، تروح دايسه على ريبلاي اول. فانا لو حطيت الناس في البي سي سي اللي هم مش مهمين او ان هم مش محتاجين ان هم يترد عليهم، فهمنا عن الموضوع دوت. لما اكون الميزان انا عايزه ابعت لحد حاجه، وانا مش عايزه الاساسي يعرف ان انا بعت لحد تاني زي ما قلنا الاكزامبل كده، او ان انا عايزه ابعت مسج لاماكن كتير قوي محدش فيهم عارف التانيين زي ما قلنا. عايزه ابعت مثلا للكليه، وعايزه ابعت لكليه تانية، وعايزه ابعت لكليه ثالثه نفس الايميل مثلا. الثلاث كليات محدش فيهم يعرف التاني، فانا مش محتاجه ان انا اعرفهم ببعض او حاجه، فانا بحطهم في البي سي سي. وده بيخلي يعني بيمنع السبريد بتاع الفيروسز والسبام والمالوير، لان انا محدش بيعرف الايميل بتاع التاني بمعنى اصح. يعني هما محدش بيعرف لا السي سي انتو ولا سي سي بيبقوا شايفين اصلا البي سي سي ان هو بيتبعت له حاجه، ونفس الوقت البي سي سي نفسه ما بيبقاش شايف الايميلز بتاعت الناس التانية في بعض السوفت ويرز يعني، فبتمنع الايه السبام. طب ايه بقى العيوب بتاعتها؟ اول عيب ان هو اثيكلي، يعني ان انا ما بقاش يعني كاني ببعت لحد، لما ببعت لحد حاجه والاساسي الراجل البرايمري ريسيبنت يعني مش عارف انه مبعوت له حاجه، فبتبقى يعني المفروض ان هي ما ينفعش كده يعني. يعني بس هي بتبقى في بعض الاوقات يعني لا لازمه، او في بعض الاوقات بتبقى بالنسبه للناس البروفيشنال يعني بيبقى في زي بروتوكول بتاع الشركه او بتاع الحاجه ان هو لازم واحد معين يتبعت له كل حاجه just in case، ان بيبقى كانه ايه بيراقب من بره يعني. في بعض الحاجات بتبقى لما يدوس reply لأول بتظهر لل هو اللي مبعوت له to، بتظهر له ان في BCC اتبعت. يعني في بعض السوفتويرز كده بيقولوا ان في اصلا BCC، لو مكتوب كده يعني انه related risk is that by unintentional use of reply to all functionality by someone on BCC the original address is advertently made aware of this participation. يعني لو البي سي سي دوت جي عمل ريبلاي تو اول غصب عنه، فبعض الاوقات بيجي له الايميل بتاعه بيبان الايميل بتاعه. For this reason it is some cases better to separately forward the original email. فبيفضل اصلا ان احنا ما نستخدمش البي سي سي، وان انا اعمل فورورد للايميل اللي انا بعته دوت للشخص الثالث اللي انا محتاجه ابعت له الحاجه من غير ما التانيين يعرفوا. في بعض الايميلز بتبين ان في بي سي سي اتبعت، بس مش بتبقى المين، مش مكتوبه المين يعني. فبرضو دي من ضمن الديس ادفانتجز، ان هي الفكره بتاعتها ان انا ما ببقاش عايز اعرف الريسيبنت الاولاني ان انا ببعت له اصلا، ببعت حاجه تانية لحد تاني. وبرضو نفس الكلام بعض اللي هي نمبر 2 يعني بتقول نفس الكلام، ان في بعض الاوقات ان بيبان للريسيبنت اللي موجودين في التو ان في بي سي سي استخدم. واحنا قلنا قبل كده انه كده ما بيشوفوش الايميلز بتاع البي سي سي، ما بيشوفش الايميلز بتاعه الناس الاساسيه اللي موجوده في التو. طيب ايه الكونسيرنز التانية اللي موجودة؟ when it is useful for the recipients to know who else has received the BCC message. بيقول يعني امتى تبقى useful للناس اللي بتستقبل يعرفوا ان في حد تاني خد بعت له المسج ديت.
هو بيعرف أولا بيعرف الريل نيمز بتاعتهم، لكن ما بيعرفش الادرسز، وبيبقى ممكن بيكتبوا في الفوت نوت في الآخر، بيقول إنه مثلا سي سي لكذا وبي سي سي لكذا. بيبقى معروف بقى زي ما قلنا لو بروتوكول بالنسبة للأورجانيزيشن بتاعتي، فمعروف إن في حد بيراقب على الإيميلز عشان بعد كده في الآخر يعرف يوصل للحاجات ديت، يعرف الحاجات راحت إمتى وجات إمتى والكلام ده كله، فيروح مكتوب تحت إن البي سي سي موجود لكذا. زي تحت كده هو مكتوب كده to general manager and members of recruitment committee أو to the whole blogs family، يعني مكتوب إن هو أنا باعت لكل الناس. أي الشكل بقى اللي هبعته مش فارق مع اللي بيستقبل يعني. المفروض visibility بقى بتبان لمين؟ إن اللي بيستقبل الإيميل الأساسي بيشوف كل الإيميل أدريسز اللي موجودة في التو وفي السي سي. لو حد حط في البي سي سي إيميلز فهو مش بيشوف الإيميلز بتاعتها، وهتلاحظوها دايما في الميلينج ليست. لو حد فيكم مشترك في ميلينج ليست بتاع أي حاجة، في بعض في الأوقات كتير قوي ما بنشوفش غير السندر إيميل بس مش أكتر، وفي الآخر ما بتشوفش بقية الإيميلز بتاعت الناس كلها. الستاندرز الإنترنت ستاندرز بتاعت الإيميل مسجز دي الرقم بتاعها، يعني اللي هو زي بروتوكول بتاع الإيميل مسجز، الرقم بتاعها RFC 2822. ده لو عملتوا سيرش عليه على الإنترنت هتشوفوه. ده إن the BCC field contains addresses of recipients of the message whose addresses are not to be revealed to other recipients of the message. يعني ان اللي موجودين في البي سي سي الايميل ادريسز بتاعتهم مش هتبان لاي حد تاني بيستقبل المسج دي. ده اصلا الستاندردز بتاعت الانترنت. طيب في بعض الابريفيشنز او الاختصارات اللي ممكن تتكتب في الايميل، لان الايميل ده حاجه الكترونيك فدي لانجويج معين، واعتقد انتم بتستخدموه كتير قوي في الشات. اي اف كي اللي هي away from keyboard، ASAP as soon as possible, B4N اللي هي buy for now, BAK back at keyboard, BBL هي be back later, BRB be right back, BTW by the way, CU اللي هي see you, F2F اللي هي face to face, CUL see you later. طبعا الابريفيشنز كتير قوي، بس طبعا الحاجات دي بتبقى في الانفورمال ايميلز، مش في الفورمال ايميلز. يعني ينفعش ابعت للمدير بتاعي اكتب له حاجات من الحاجات دي. كده المحاضره خلصت. لو حد عايز اي حاجه يتفضل يسال. دكتور هي المحاضره الجايه